رأت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن إسرائيل تعرقل جهود الإدارة الأمريكية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء حالة الحرب، وذلك بسبب هجومها الدموي أمس على مخيم النصيرات للاجئين في وسط غزة لتحرير 4 محتجزين إسرائيليين. وذكرت الصحيفة أن الهجوم الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليص احتمالات الموافقة على الخطة التي تدعمها الولايات المتحدة لإطلاق سراح المحتجزين المتبقين في غزة ووقف القتال بشكل دائم وسحب القوات الإسرائيلية.